كيف تستفيد مصر الدولة والشعب من العلاقات مع الدولة التركية؟ كيف تستعيد مصر مرة أخرى حيويتها بعلاقتها مع الدول الإقليمية الأكبر في المنطقة وطبعا منها الدولة التركية؟ كيف سيعود على المواطن المصري هذه العلاقات؟ وكيف ستساهم في تخفيف حدة الاحتقان السياسي في دول عربية زي ليبيا زي السودان زي سوريا وربما الصومال؟ وكيف سيساعد هذا التقارب من تخفيف ما يحدث في غزة؟ وكيف سيساهم في يعني تبسيط الوضع أو تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطن المصري؟ أسئلة كتيرة جدا محتاجين نسألها ومحتاجين نسمع عن أو نسمع لإجابات عنها. خلونا نرحب بضيفنا الأستاذ فراس رضوان أغلو الكاتب والباحث السياسي، بينضم إلينا عبر سكايب. أستاذ رضوان أهلا بك. أستاذ فراس أهلا بك، عفوا. حياكم الله. حياكم الله، حياتي لحضرتك. كيف ترى هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة بعد يعني 10 سنين من القطيعة؟ بكل تأكيد هو خبر يعني مهم جدا، أو لنقل حدث مهم في عام 2024، وهذا الأمر أظن سيكون له انعكاسات كثيرة. بالنسبة يعني اللقاء أو العودة العلاقات التركية المصرية، يجب قراءتها أولا أظن من المشهد الاستراتيجي، هذا ما أظنه. ثانيا من المشهد الاقتصادي، وثالثا ربما في العلاقات الأخرى المتفرقة بكافة أنواعها، السياحية التجارية إلى آخره، حتى ربما التحالفية. الموضوع الاستراتيجي معروف، يعني لماذا كل هذا الأمر؟ هناك أظن 4 ملفات رئيسية: الشرق المتوسط، الطاقة، أيضا موضوع التحالفات المصرية الأوروبية تحديدا اليونان وفرنسا كانت سابقا، ثالثا القارة الأفريقية والجزء الذي من يبر من مصر، كان هذا مقررا أن يكون من السودان، ولكن تغيرت الأمور بعد الانقلاب على الرئيس بشير وقتها. وأظن رابعا هو الخصوم المشتركين الآن أثيوبيا وإسرائيل على وجه التحديد بشكل كبير جدا. هذا أظن في مجملها في 4 ملفات رئيسية تصب في أظن في قراءة استراتيجية. طبعا الأمور الاقتصادية وغيرها من هذه الأمور سترتقي، يعني كلما خفت المشاكل بين كلا الطرفين الأمور الاقتصادية ستزداد، كلما زاد الاستقرار في المنطقة سيزيد أيضا الازدهار الاقتصادي، ثالثا كلما زاد التعاون وليس التنافر، لأن المقومات الاقتصادية لكلا الطرفين هي تكاملية أكثر منها تنافسية، ما لدى مصر ليس لدى تركيا والعكس صحيح. أنا أظن من هذا الباب، لكن الآن واضح أن كلا الطرفين في الخطاب الصحفي الذي قالوه قبل عدة ساعات، القضية الفلسطينية أولا وما يحصل في غزة، واضح أن هذا أولا. ثانيا الملف الثاني وهو ليبيا السودان والصومال ووحدة تراب هذه المناطق وتأثيرها على الأمن القومي، طبعا المصري أولا لأنه لا يؤثر مباشرة على الأمن القومي التركي، ولكن يؤثر بشكل غير مباشر على استراتيجية تركيا. أستاذ فراس، البعض يعني يتحدث عن أن هذا اللقاء تحديدا ربما يأتي بتأثيرات سلبية على المصريين الموجودين في تركيا، ولكن هناك وجهة نظر أخرى تقول بأن الدول الكبيرة زي تركيا وزي مصر لا تتأثر بهذه العلاقات، لأن الملفات السياسية والاقتصادية يعني لا تستهدف أشخاص، لأن هناك أهداف أكبر من الذي يشغل بعض الناس. برأيك يعني إلى أي وجهة نظر تميل في هذا الطرح؟ لا، حقيقة أنا أميل إلى وجهة النظر التي تفضلت بها، أن الدولتين الكبيرتين مسألة الاختلاف مع بعض الأحزاب السياسية أو الأطراف السياسية لا يقدم ولا يؤخر. يعني تركيا ليس لديها خصامات سياسية مع كثير من الأطراف، نتكلم سياسيا، لا نتكلم بأشياء جنائية أو إرهابية. لا لا.
لا تنهار الدولة. يعني دولة كبيرة مثل تركيا أو مصر هذا صعب جدا. أيضا من اللقاء هذا يعطي انطباعا أن هذا الملف إذا كان هناك ملاحقين سياسيين لم يعد ذا أهمية، بل ربما لم يطرح في اللقاء وربما لن يطرح لاحقا. يعني تقصد أستاذ فراس أن مجرد عقد هذا اللقاء أن الطرفين يعني تخطوا هذه المرحلة وتعالوا عنها أو ليست ذات أهمية كبيرة الآن؟ بكل تأكيد، لأننا نتكلم رئيس دولة كبيرة مع رئيس دولة كبيرة في مسألة حزب سياسي أو طرف سياسي أو شخص سياسي، يعني هذا ساذج جدا. هم يتكلمون بأطروحات استراتيجية، تحالفات استراتيجية، هذه تدمر الدول، هذه خطيرة جدا. يعني ما يحصل في البحر الأحمر مثلا، قناة السويس الآن أليست تتضرر بشكل كبير جدا؟ هذا الذي يهدد الأمن القومي المصري. إذا كيف ستعالج هذه الأمور؟ لا يوجد خطاب مباشر مثلا مع إيران بين القاهرة وطهران. هل تركيا تستطيع أن تقوم بهذا الدور؟ بكل تأكيد دورة كبيرة جدا. هل الضغط التركي على أثيوبيا مثلا بمسألة المياه، لأن أثيوبيا طلبت شراء أيضا مسيرات في بعض الأحيان، أيضا لا ننسى الدور القاعدة العسكرية التركية في الصومال ورفض تركيا للتقدم الأثيوبي باتجاه أرض الصومال وإنشاء قاعدة عسكرية هناك وأن يكون لها إطلالات على المحيطات هناك والبحار دون موافقة مقديشو، هذا له دور كبير جدا. هذا ما يمكن أن نقول على الصعيد السياسي. حتى في الخطابات السياسية اليوم مثلا الرئيس السيسي كان كلامه أكثر منصب على أمور عامة كبيرة، قال مكافحة الإرهاب وهذا عند الجميع. النقطة الثانية التنمية الاقتصادية، النقطة الثالثة المشاريع الاستراتيجية بين الطرفين والاقتصادية بين الطرفين. هذا هو حقيقة الذي يمكن أن يبنى عليه، وهذا يربطني فيما تفضلت به عند المقدمة، ماذا سينفع المواطن المصري عندما تكون هناك مشاريع اقتصادية أي استثمارات خارجية تدخل على أي بلد. نتكلم عن مصر، لنفرض الآن أن هناك عدة مليارات دولارات ستأتي من تركيا باتجاه الاستثمار في مصر، بكل تأكيد هناك عشرات الآلاف من الوظائف التي ستؤمن في هذا السياق. وهذا ما حصل في تركيا عندما جاءت الأموال الخليجية، الأموال الأوروبية، كانت هناك يعني كثير من الوظائف التي ساعدت كثير من إنشاء أعمال جديدة انعكست بشكل إيجابي. لكن إدارة هذه الأعمال هنا يعني بيت القصيد. نعم. طيب. إذا أدرتها بشكل جيد، من الخاسر الأكبر برأيك؟ من الخاسر الأكبر لتقارب دولتين إقليميتين مهمتين في المنطقة مصر وتركيا؟ ومن المستفيد ومن الخاسر؟ سواء من أنا لا أقصد الدولتين، أنا أقصد من الأطراف الإقليمية والمحيطة في الشرق الأوسط. يعني أنا حاليا أرى أن الخاسران الأكثر هم ممكن نقول ثلاث دول بشكل مباشر، اليونان وإسرائيل وفرنسا. فرنسا يعني هي لنقل اليونان الواجهة الفرنسية، لأن يعني فرنسا لا يحق لها التكلم في الشرق المتوسط ذلك، ولكن هي كونها في الاتحاد الأوروبي وهي تدعم اليونان فكان لها النفوذ عبر الدعم الكبير، ومعروف طائرات الرافال التي كانت تريد تبيعها والفرقاطات العسكرية والدعم المالي والضغط في الاتحاد الأوروبي لدعم اليونان والشبه المواجهة العسكرية التي وصلت إلى حد خطير يعني قبل عدة سنوات بين البحرية التركية والفرنسية واليونانية في هذا السياق. فلذلك يعني مثل هذين الدولتين لما تجد أن مصر ليست على خلاف كدولة، أتكلم ليست على خلاف مع تركيا، يعني هذا يعني أن ستقوم مصر بالتوازن بالعلاقات بشكل متوازي، وهذا يكفي لتركيا، أي بشكل متوازي بين مصر وتركيا ومصر والاتحاد الأوروبي ممثلا في اليونان من ناحية الشرق المتوسط. الثانية إسرائيل. إسرائيل حقيقة هي تريد أن تستفيد من قضية طوفان الأقصى أو الهجوم في ذلك الوقت وهجومها على غزة لإنهاء القضية الفلسطينية. لاحظوا معي التطورات في هذه الحرب، هم دمروا كل شيء والآن إلغاء الأونروا، وهذا يعني إلغاء القضية الفلسطينية على الأقل من الناحية الأممية
هذا خطير جدا. مسؤولية الأمم المتحدة تجاه اللاجئين الفلسطينيين، لأن الأونروا أسست عام 49 لكفالة ورعاية اللاجئين، رعاية وغوث اللاجئين الفلسطينيين في الدول التي يوجد بها لاجئين. نعم، وهي تريد إنهاءها في القدس، يعني لننسى الدول المجاورة، هي تريد إنهاءها في الأراضي القدس والضفة وغزة بالطبع. وهذا يعني أن لا يوجد قضية للأمم المتحدة، أيضا إنهاء القضية الفلسطينية، بعد ذلك ترحيل مليونين أو مليونين ونصف لعالم الرقم تماما من غزة باتجاه مصر، يعني وكأن مصر لا يكفيها 110 ملايين نسمة، وطبعا خط فيلادلفيا وتوسع الكبير، ثم بعد ذلك الاستيلاء على شرق المتوسط، هذا ما تريد إسرائيل، الاستيلاء على شواطئ الشرق المتوسط سيكون له قوة استراتيجية تحرج مصر وتحرج تركيا نفسها. نعم. فلذلك إذا اتفقتا على الأقل هاتين الدولتين بتهديد يعني بشكل سياسي أولا ضد إسرائيل، على الأقل بأن الشرق المتوسط هو هذه البحار وهذا الغاز هو يعود للفلسطينيين وليس لإسرائيل، ومن هنا تبدأ قضية المناكفة في الشرق المتوسط. لا ننسى أن تركيا لديها قاعدة عسكرية كبيرة جدا في قبرص الشمالية التركية، أكثر من 35 ألف عسكري فيها، أيضا لها دور في مسألة النفوذ في الشرق المتوسط، لأن للأسف في سوريا الآن لا يوجد تلك الدولة القوية التي تحمي حدودها البحرية. ده سؤال مهم أستاذ فراس، يعني أنت رحت لسوريا، هل تعتقد أن العلاقات المصرية التركية قادرة على حل أو حلحلة الوضع في سوريا؟ في سوريا الأمور متجمدة من سنوات، الأسد وقواته والمناطق المحررة اللي تحت الرعاية التركية بشكل ما، هل يتغير هذا المشهد قريبا؟ لا لا، ببساطة شديدة، لأن سوريا هي من الفاعل فيها؟ أستانا، أي روسيا وإيران. نعم صحيح، روسيا إيران تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. الدور العربي هو أصبح الثانوي، لم يعد له أي قوة فاعلة تماما. وطبعا هناك تعقيدات في المشهد السوري، لكن ربما يكون تقارب بين تركيا ودمشق وفق طبعا بعض الشروط ممكن أن ترعاه مصر نوعا ما، ممكن، لأن ما يهدد تركيا هو حزب العمال الكردستاني المحمي وفق الولايات المتحدة الأمريكية في الشمال السوري. نعم. هذا بالنسبة لتركيا تهديد خطير جدا، هنا ممكن أن يكون يوجد دور لمصر، لكن لا أظن أن أي تحرك سياسي على مستوى استراتيجي كبير. نعم. أو أكبر أو أقل دون موافقة الروسية. نعم. لذلك يعني محدودة هذه القضية. أذكر وتذكر، يعني أنا كنت أعيش في تركيا في هذا الوقت، ولسنوات كان كمال كليشتار أغلو الرئيس السابق لحزب الشعب الجمهوري الجهبي كان دائما ما يهاجم الرئيس رجب طيب أردوغان، لماذا ليست لك علاقة مع مصر، لماذا تذهب إلى دول صغيرة ويعني تمنع أو تعطل أو لا تمد يدك إلى مصر، مصر الدولة الأكبر والأهم في الدول العربية أو في إفريقيا. اليوم أردوغان يتخطى كل هذه السنوات العشر ويذهب إلى القاهرة، كيف تعاملت المعارضة التركية التي ليست في أحسن أحوالها على ما يبدو، كيف تعاملت مع هذه الخطوة من رئيس الجمهورية التركية؟ يعني أنا قرأت بعض المواقع يعني الإخبارية التابعة لهم، تناول الموضوع بشكل إخباري ليس أكثر، يعني لم نشعر بذلك الزخم. بعض المواقع الأخرى تناولت الموضوع بشكل أكبر، لكن أنا أظن أن هناك انتظار للمواقع على الأقل التي تدعم هذه الخطوة لعودة الرئيس أردوغان وما سيتليه من دلوه في المعروف يعني اللقاء الصحفي في الطائرة وما سيقوله، سيكون ربما هناك التوزع الأخبار أو تناولها بشكل أكبر. المشكلة وأنت كنت موجود، يعني أن المعارضة التركية ضعيفة وأيضا استراتيجيتها ضعيفة بسبب أن لديها ميول واضح هو باتجاه كان الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير، أي باتجاه الغرب، ليس لديها
أي صداقات سابقة أو علاقات جيدة حتى في العقيدة السياسية التي لديهم باتجاه الشرق أو المنطقة العربية أو الإسلامية. صحيح. ولذلك يعني لا يوافق منهجهم السياسي، هم متغربون بشكل أو بآخر. ويعني يوجد فرق كبير بين الرئيس أردوغان ونهجه الحزبي، لكن كلا الطرفين براغماتيين، يعني في حال الضرورة ما يريد. والبراغماتية السياسية يعني شيء طبيعي، ليست سبة على ما أفهم، لأن البعض بيتعامل مع كلمة البراغماتية السياسية وتبديل المواقع وتبديل المواقف أنها تخلي عن المبادئ وتنازل عن الثوابت، بينما يعني تعلم أن البراغماتية السياسية بالنسبة للمسؤول هي رعاية مصالح شعبه في البداية. هي المشكلة في خلط المفاهيم، يعني أحيانا بيفهمون أن البراغماتية يعني الثوابت، لا علاقة بالبراغماتية بالثوابت، بمعنى هل أي شخص يأتي رئيس لمصر أو لبنان أو طاجكستان أو تركيا سيتخلى عن الأمن القومي للبلد مثلا أو الحدود البلد؟ هذا شيء بديهي، هذه الثوابت لا تتغير. لكن اليوم أنا على خصام مع هذه الدولة، يعني لا يوجد تفكير عاطفي، مؤسسات تتحرك، مؤسسات تتكلم. رئيس أردوغان لا يعرف كل شيء، هذا مستحيل، ولا أي رئيس في العالم. هناك مؤسسات كبيرة تطرح القرار النهائي، لماذا هناك وزير لهذه الفئة ووزير للخارجية والداخلية و بعد ذلك يكون مجلس الأمن القومي المصغر هذا، ويتم وقتها طرح المسار القادم لسياسة الدولة، ليس بقرار شخص واحد في أي دولة، حتى في الدول التي ليس نظامها ديمقراطي. في النهاية يكون هناك تجمع كبير لهذه القرارات، ربما الرئيس هو يأخذ القرار النهائي إما في هذا المسار أو ذاك المسار، ولكن في النهاية هناك معطيات من مؤسسات كبيرة، على أقلها المؤسسات الاستخباراتية، لأن المؤسسات الاستخباراتية اليوم ليست كقبل 50 سنة. يعني لديها الآن مؤسسات استخباراتية تتكلم عن الطقس، عن الصحة، عن القراءة الاستراتيجية للبحار، علوم البيولوجيا، التكنولوجيا، كل هذه موجودة، أصبحت في أقسام للعلوم الاستخباراتية. نعم، حتى أنهم يعني يتكلمون على السوشيال ميديا ويوجهون الرأي العام أحيانا ويقيسون الرأي العام أيضا من السوشيال ميديا. أستاذ فراس، إذن هي علاقات مهمة للدولتين وللشعبين على الصعيد الرسمي والصعيد الشعبي في مصر وفي تركيا. شكرك أستاذ فراس، كنت ضيف عزيز علينا في عبر سكايب في حلقتنا. تحياتي ليك وأهلا وسهلا بك دائما. حياكم الله. أهلا، تسلم.